أهلا بكم. لماذا ارتفع الدولار في العراق وتدهور الدينار؟ من المسؤول عن ذلك؟ ماذا تدل التظاهرات والإجماع الشعبي على رفض سياسات الحكومة الحالية والتي طحنت الدينار العراقي؟ وهل إقالة محافظ البنك المركزي كفيلة بحل الأزمة وإرضاء الناس التي تكتوي بنار غلاء الأسعار؟ لماذا لا توجد خطة برلمانية فاعلة لوضع الحلول لأزمة تدهور الدينار العراقي؟ أم أن انهيار الدينار العراقي يقع ضمن دائرة الإيرادات الإقليمية والدولية؟ يرى خبراء في الاقتصاد أن تدهور العملة العراقية جاء ضمن منهجية متعمدة تضاف إلى منهجية التدمير الاقتصادي التي تعتبر حكومات نظام المحاصصة أحد أبرز أركانها. نضع تحت الضوء مشاهدينا الكرام أسباب انهيار الدينار العراقي وارتفاع الدولار في ظل ارتفاع الأسعار ومعدلات الفقر وما بعد التظاهرات التي انطلقت احتجاجا على تدهور العملة العراقية والإجراءات الحكومية تجاهها. سيكون ضيوفي في هذه الحلقة كل من ضيفي في الأستوديو الأستاذ شاهو القرداغي الباحث العراقي في مركز رمان للبحوث والاستشارات. مرحبا بك معنا. مرحبا، تحياتك. وأرحب بالدكتور دريد عبد الله خبير اقتصاديات الطاقة ضيفي عبر سكايب. مرحبا بك دكتور. أهلا، مرحبا. إذن مشاهدينا الكرام نشاهد سويا هذا التقرير ثم نبدأ الحوار، كونوا معنا. وسط استمرار الأزمة الاقتصادية في العراق في ظل انخفاض سعر العملة المحلية مقابل الدولار الأمريكي، خرج العراقيون في تظاهرات أمام مقر البنك المركزي في بغداد مطالبين بتخفيض سعر الدولار الذي تسبب بخسائر كبيرة انعكست سلبا على المواطن العراقي بشكل مباشر. مجلس الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك أقر ضوابط أكثر صرامة على المعاملات الدولية بالدولار للبنوك التجارية العراقية، فيما أشارت وكالة رويترز إلى أن مجمل الخطوات التي اتخذت والمرتبطة بالدولار هدفها وقف تهريب العملة الأجنبية إلى إيران. وفي ذات السياق كشفت وكالة رويترز أن واشنطن فرضت قيوداً على المصارف العراقية بسبب خرقها للعقوبات على إيران وروسيا، بينما حمل المدير الأسبق لمصرف الرافدين ضياء الخيون وزارة المالية المسؤولية عن انهيار الدينار العراقي، وأن هنالك ضوابط وشروطاً لسحب الوزارة للدولار لا تلتزم بها الوزارة. رئيس الحكومة الحالية محمد السوداني استبدل محافظ البنك المركزي بمحافظ جديد في خطوة قالت عنها اللجنة المالية البرلمانية إنها لن تحل أزمة أسعار الصرف في السوق المحلي، وإن السبب الحقيقي هو تهريب العملة وعمليات غسيل الأموال. مستشارون لمصارف عراقية أكدوا أن النظام الإيراني يتلقى نحو 100 مليون دولار شهريا من رجال أعمال عراقيين، فيما أشار مسؤولون أمنيون أن عمليات التهريب تتم تحت حماية الميليشيات المرتبطة بإيران. يبدو أن ثمة جهات مستفيدة من انخفاض صرف الدينار العراقي أمام الدولار الذي أدى إلى غلاء كبير في أسعار السلع، الأمر الذي أضعف القدرة الشرائية وأربك حالة الأسواق، وسادت البلاد حالة من السخط الشعبي والتظاهرات التي طالبت بخفض سعر الدولار وانعكاساته على الواقع الاقتصادي، حيث أكد مواطنون أن حكومة السودان تنتهج سياسات الحكومات السابقة في تجويع الشعب وإفقاره ومحاولة خداعه بإجراءات ترقيعية لن تنقذ البلاد من أزماته. إذن ساشاهو، عن ارتفاع الدولار، ما هي الأسباب الحقيقية وراء ارتفاع الدولار وتدهور العملة العراقية الدينار العراقي؟ تحياتي لك دكتور سمير، تحياتي للمشاهدين والضيف الكريم. حقيقة هناك عدة أسباب منطقية ومعروفة لدى الجميع، جميع الخبراء الذين يتابعون الاقتصاد، وراء
تفسيرات ويقدم تفسيرات مقنعة لتدهور سعر الدينار أو العملة العراقية. منذ أواخر العام الماضي كان هناك معلومات أمريكية وكان هناك محاولات من الخزانة الأمريكية ومن ممثليتها داخل السفارة الأمريكية في بغداد بأن هناك مصارف عراقية تتعاون مع جهات إيرانية لتهريب العملة إلى الداخل الإيراني، وبالتالي هذا يؤثر على العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران وسوريا باعتبار أن هذه الدول متورطة بانتهاكات كثيرة وإنها دول فرضت عليها عقوبات ولا يمكن لأي طرف أن تكسر هذه العقوبات. خلال أواخر العام الماضي كان هناك اجتماع لأطراف أمريكية مع بنوك عراقية حذروهم من هذا الأمر، وكان هناك تحذير مباشر بأن يتم التوقف عن عمليات تهريب العملة وأيضا يتم تقديم كشوفات حقيقية عن حجم الاستيرادات التي تأتي من خارج العراق إلى الداخل العراقي، وأيضا إلى يعني مطالبات واضحة للدولة والجهات الرسمية والبنك المركزي بأن تتحكم بهذا الأمر ولا تتعامل مع الدكاكين التي أصبحت بنوك ويسمى البنوك والمصارف ولكنها أصبحت دكاكين لغسيل الأموال ولتهريب الأموال. بلا شك هذه الدعوات والمطالبات لم تكن فقط من السفارة الأمريكية ومن جهات أمريكية، بل كان هناك أيضا مطالبات من جهات عراقية مخلصة تطالب بالحفاظ على العملة وعدم إرساله إلى الخارج سواء عن طريق التهريب أو عن طريق غسل العملة، وطبعا هذا الأمر يؤثر إيجابيا على إيران لذلك هي تسهل هذا الأمر. غياب الاستجابة الحقيقية لهذه المطالبات الأمريكية أو المطالبات الدولية بضبط هذه العملية أدى إلى فرض عقوبات على 4 بنوك عراقية مع التهديد باستهداف بنوك أخرى في حال لم يتم الالتزام بهذه القواعد والشروط. اليوم العراقي يعني يدفع ثمن تهريب العملة بشكل مباشر إلى إيران عن طريق وكلائها داخل العراق وإلى سوريا أيضا بالدرجة الثانية. هذه العملية للأسف لم تخف ولم تقل ولم تتوقف، بل يزداد يوما بعد يوم، وبالتالي نرى أن على الرغم من انهيار الدينار العراقي إلا أن هناك طلب كبير على شراء الدولار وإرساله سريعا إلى الخارج، يعني على الرغم من بيع الدولار أو على الرغم من الإجراءات الحكومية التي قالوا بيع للمسافرين أو لجهات أخرى أو إلى آخره، نرى أنها إجراءات لم تؤثر إيجابا على قيمة الدينار العراقي. لماذا؟ لأن الأسباب الرئيسية لم يتم معالجتها بالشكل المنطقي ولم يتم قطع هذا الطريق والتعامل مع هذه البنوك بشكل جدي. يعني على الدولة، الدولة بلا شك تعلم أن هذه البنوك هي بنوك يعني مجرد دكاكين تعمل لصالح أجندة خارجية على حساب الاقتصاد العراقي. يعني الآن عندما ينهار العملة العراقية يكون على حساب إنقاذ العملة الإيرانية، يعني لولا الدولار العراقي المهرب إلى إيران لكانت حال العملة الإيرانية يعني في سوء أكبر، ولكن هذا الدولار العراقي يساعد في إبقاء سعر العملة الإيرانية على ما هو عليه على حساب تدمير العملة العراقية. هذا هو السبب المنطقي والسبب الواضح الذي يتحدث عنه جميع الخبراء في الاقتصاد على المستوى الدولي وعلى المستوى الإقليمي وحتى على الداخلي. للأسف لا يوجد اعتراف بهذا السبب. يعني أنا أمس أسمع لأحد المنظرين المقربين من إطار التنسيق جلال الدين صغير يقول أن هذا الأمر مؤامرة لإخضاع العراقيين وأمامنا العبودية أو الاقتصاد، وهي عقوبات أمريكية على العراقيين لأنهم شعب مقاوم ويناضل ضد إسرائيل. يعني هذه التبريرات الغير مقنعة وهي التي تحاول أن تقوم بتخدير العراقيين وتنسيهم السبب الرئيسي وراء هذا الأمر. جميع الأسباب التي تتحدث عن أنها مؤامرة دولية وهناك استهداف للاقتصاد العراقي لأن العراق بلد مقاوم بلد داخل محور المقاومة، هذه الأسباب ليست صحيحة وليست منطقية. من يعمل على لبننة العراق، من يعمل على تحويل العملة العراقية كالعملة السورية والإيرانية واللبنانية هم من يتعمدون إرسال الدولار إلى الخارج بصورة كبيرة سواء عن طريق عمليات لغسل الأموال أو تهريبه بشكل مباشر إلى إيران وفق وصولات ووفق كشوفات مزورة لا أساس لها. نعم. اسمح لي أن أرحب بالأستاذ دكتور دريد عبد الله الخبير في اقتصادية الطاقة. دكتور دريد، الكثير من المسؤولين في داخل الحكومة أو المنظرين السياسيين داخل المنطقة الخضراء أو
التابعين للميليشيات وإلى آخره، يقولون بأن ما يجري هو مؤامرة أمريكية تستهدف يعني خفض العملة العراقية بشكل مقصود. البعض يرى بأنها عقوبات على العراق، في حين أن العقوبات كما هو معلوم بحسب الإعلام هي عقوبات أمريكية على طهران. هل ثمة علاقة ما بين تدهور الدينار العراقي ووجود بصمات إيرانية في الموضوع؟ بالطبع، وتحياتي لكم. حياك الله دكتور. أعتقد نعم نسمعك بشكل جيد دكتور، تفضل. لكن في صدى، هناك صدى، إذن سيقومون الزملاء بإصلاح هذا الصدى ثم نعود للاتصال بك مرة أخرى دكتور. تمام دكتور. أستاذ شهو يعني نعم. اسمح لنا دكتور، سيتم الاتصال بك مرة أخرى بعد إصلاح هذا الخلل. أستاذ شهو، عندما يتجمع العراقيون من مختلف المحافظات أمام البنك المركزي في بغداد مطالبين محتجين على سياسة استمرار ارتفاع الدولار أمام الدينار العراقي وتدهور العملة العراقية، هناك إجماع شعبي على رداءة الإجراءات الحكومية وعدم اتخاذها أو تنفيذها أي خطة فاعلة بهذا الاتجاه، ماذا يدل ذلك؟ طبعا من اليوم الأول كان هناك محاولات لتهدئة الوضع وأن الدينار العراقي سوف يقوى مجددا، واليوم أنا رأيت تصريح لرئيس الوزراء العراقي في مقابلة على القناة العراقية يقول بأن أنصح يعني ينصح المواطنين بأن لا يشتروا الدولار، يعني يحافظوا على العملة العراقية، ويقول العملة العراقية سوف تقوى. يعني مجرد تصريحات، إلى الآن لا يوجد أي يعني لا يتلامس المواطن إجراءات حقيقية فعلية تؤثر على الوضع الداخلي. نحن رأينا خلال الأيام الماضية أيضا مجموعة من الإجراءات ودخلوا إلى أسواق الصيرفة واعتقلوا مجموعة من الشخصيات ومعاقبة بعض الشركات، ولكنها لم تؤثر على سعر العملة. إضافة إلى المنصات القريبة من الإطار التنسيقي يوميا تقول أن الدولار ينهار والدينار العراقي يتحسن فقط إعلاميا، ولكن على أرض الواقع نرى أن الدينار العراقي هو الذي يتدهور. تدهور الدينار العراقي معه أيضا ارتفاع كبير في أسعار السلع والمواد الغذائية، هذا هو المشكلة الرئيسية. يعني أنا أتوقع أن القيادات اليوم لا تكترث بهذا الأمر، وليس هذا الأمر في سلم أولوياتها، وإلا المشكلة الرئيسية التي تواجه العراقيين هو الغلاء الفاحش، عدم قيمة، عدم يعني غياب قيمة أو خفض قيمة الدينار العراقي، إضافة إلى التضخم، زيادة التضخم هو الدافع وراء التجمع العراقيين ومحاولة يعني تشكيل تجمعات أو مظاهرات للضغط على الحكومة، للضغط على الدولة، البنك المركزي، لاتخاذ إجراءات فاعلة حتى يعالجوا ما يجري. يعني الآن حتى هناك من يتحدث عن أنه فرصة لعودة الصدريين أو عودة التيار الصدري إلى الساحة، بما أنه الإطار فشلا ذريعا في معالجة هذا الملف. سنتحدث في هذه النقطة أستاذ شهو، لكن اسمح لي فقط أن نرحب مرة أخرى بالدكتور دريد عبد الله الخبير في الطاقة. دكتور دريد، الخزانة الأمريكية عندما تفرض قيودا على المصارف العراقية لخرقها العقوبات على إيران وروسيا، هذه البعض من الخبراء الاقتصاديين يرون أنها عامل من العوامل التي أدت إلى التأثير في سعر صرف الدولار أمام الدينار العراقي. ما هي العوامل من وجهة نظرك الحقيقية التي تقف وراء ارتفاع الدولار وتدهور العملة؟ تحياتي مرتان. أهلا بك. المشكلة الرئيسية تواجه العراق هي التالي: العراقيين اليوم في الخارج أو في الداخل يرون المشاكل الاقتصادية اللي تمر بها بلدهم بشكل واضح. مثل ما قلت، قال يعني ضيفكم الكريم بكثير من الظروف. أنا أشوف أنه أهمها واللي جعل العراق اليوم يعاني هو نقص
السيولة الدولارية من مبيعات النفط. مبيعات النفط في آخر ثلاثة أشهر، أي الشهر 11 من سنة 2022 إلى الشهر 1 من 2023، تعادل مستويات الواردات في نهاية سنة 2021. هذا لو قارناه بالتضخم في عدد الموظفين وفي المصاريف التشغيلية للدولة العراقية خلال هذه السنة، هذا جعل كل واردات النقد الذي يصل إلى وزارة المالية ويكون ضمن البنك المركزي العراقي لغرض بيعه في السوق العراقية وسحب العملة المطلوبة منها ضعيف. فمثلا اليوم العراق يحتاج له حوالي 8 تريليون دينار عراقي لكل شهر من وزارة لأجل دفع التكاليف التشغيلية للدولة العراقية. اليوم لم تصل تلك الأرقام إلى حد 8 مليار، وذلك بسبب النقص الموجود في حساب وزارة المالية في الفدرالي الأمريكي المحول إلى البنك المركزي العراقي. المشكلة هي ليست مشكلة فردية، هي فعلا مشكلة مزدوجة أو أكثر من هذا، نقول هي مشاكل متراكمة سنة عن سنة. اليوم احنا نلاحظ أنه هناك نقص في واردات النفط، ومن جهة ثانية زيادة في المصاريف التشغيلية للدولة العراقية. هذا اللي جعل وزارة المالية وبالتالي البنك المركزي الذي يعتبر وكيل هذه الوزارة لا يمكنه أن يسحب الكميات اللازمة من خلال طرح الدولار المعياري. الشيء اللي أريد أوضحه للأخ أو لضيفكم الكريم العزيز، إحنا اليوم العراق حقيقة يحتاج إلى مبادرة لتوضيح هذه المشاكل التي يمر بها الاقتصاد العراقي، وكذلك الضعف الناجم عن واردات النفط القليلة. يجب أن توضح للشعب العراقي حقيقة. المشكلة اليوم أنه الشعب يعني حاير في ثلاث اتجاهات، منها الولايات المتحدة ونظرية المؤامرة، منها إيران وغيرها، وكذلك منها أيضا أكيد الاقتصاد الريعي الذي الموجود في على أرض الدولة العراقية. الشيء اللي لازم أضيفه بهذا الموضوع أنه مثلا يعني تعبير فقط تعقيبا على ضيفك الكريم، أنه الجمارك الإيرانية خلال الثلاثة أيام السابقة أعلنت أنه التبادل التجاري أو صادراتها إلى العراق سنة 2022 وصلت إلى حوالي أكثر من 650 مليون دولار شهريا، بواقع أكثر من حوالي 8.5 مليار دولار بضائع مصدرة للعراق. هذا غير البضائع اللي يعني يتم استيرادها بأوراق غير صحيحة أو غير قانونية. نعم. أستاذ شاهو، سمعت إلى ما قاله أستاذ دريد، نقص السيولة الدولارية من مبيعات النفط، زيادة مصاريف التشغيلية في هذا المجال، يا ترى لماذا هناك تناقض فيما يخص ثروات العراقيين، أسعار النفط، واردات أسعار النفط؟ لماذا يكون دائما هناك نقص في حين أن الصادرات الإيرانية إلى العراق دائما تكون هناك أرقام وتزداد، وسنة عن سنة يختلف هذا الرقم في ازدياد، إيران في استفادة دائمة من العراق، في حين العراق في تدهور مستمر بسبب سياسات حكومية تفيد الداخل أو النظام داخل إيران؟
هنا الإشكال الرئيسي، يعني نحن العراق ليس دولة مثل لبنان كأفلست وتسبب ذلك في انهيار العملة بهذه الصورة. حتى العراق لو كان في زمن عادل عبد المهدي الذي سلم الدولة بخزينة فارغة كان من المنطقي أن نتحدث عن أسباب منطقية وراء تدهور أسعار يعني قيمة الدينار العراقي، ولكن اليوم الجميع يتحدث عن وفرة كبيرة من الوفرة مالية كبيرة نتيجة يعني التطورات الاقتصادية. وأمس هناك دعوات لإنشاء صندوق سيادي للأجيال القادمة من خلال يعني بالاعتماد على الوفرة المالية الكبيرة من الدولار والتي تجمعت وتراكمت وبالتالي من الممكن الاستفادة منها. لماذا وسط هذا الأمر، وسط زيادة ثروات الدولة وزيادة الأموال في خزينة الدولة، نرى هذا السيناريو أو نرى هذه الوقائع الكارثية ونرى انهيار يعني قيمة العملة بصورة يومية وبصورة حتى مع الدقائق والساعات تنهار أكثر، ونشعر أنه حتى الإجراءات الحكومية لا تستطيع أن تسحب أو توقف هذا الانهيار أو تطمئن السوق. يعني رأينا أن الخطوات المتبعة حتى في قضية بيع الدولار للمسافرين بسعرها الرسمي أصبح هذا الأمر أيضا بوابة للفساد. رأينا أن المواطنين لا يستطيعون أن يشترون هذه المبالغ لأن هناك من يقوم بذلك سواء بأسماء وهمية أو بالاتفاق مع شركات سياحة وسفر ومع الاتفاق مع بنوك إلى آخره. يعني المشكلة لا يوجد استجابة حقيقية، لا يوجد عقلية اقتصادية تستطيع أن تعالج هذه القضية. هذه مشكلة يعني أكثر من 20 سنة من بعد الاحتلال إلى الآن دائما من داخل المنطقة الخضراء والمسؤولين ونظام المحاصصة يتحدثون أنه لا توجد خطة فاعلة، لا توجد، نشكو من نقص، نشكو من قلة تخصيص، نشكو من إلى آخره. ولكن العراق كما هو معلوم بلد غني بالنفط، وكما تحدث الدكتور دريد هناك نقص في السيولة الدولارية من مبيعات النفط، في حين أن العراق كاد يكون أغنى دولة بالنفط. من المفترض أن جميع المشاكل في العراق الآن محلولة، ولكن السؤال هل المشكلة الوحيدة في العراق الآن هي الحكومات؟ يعني الشعب العراقي دائما يسأل هذه الأسئلة حتى في التظاهرات أمام البنك المركزي العراقي. نتابع سويا، اسمحوا لي ضيوف الكرام مشاهدينا الكرام، نتابع هذا التقرير المصور عن ردود فعل المواطنين العراقيين تجاه تدهور العملة العراقية. لا تزال أزمة انخفاض قيمة الدينار العراقي أمام الدولار تثقل كاهل الشعب العراقي بتداعياتها السلبية على الاقتصاد وحالة الأسواق، الأمر الذي زاد حالة الاحتقان الشعبي إلى مستويات كبيرة. احنا اليوم طالعين جماهير كافة من كل المحافظات على تخفيض الدولار، لأن الدولار أذى كل فقير، كسر كاحل الفقير، كسر الأيتام، كسر الفقراء. هذا الدولار اليوم الطحين ب60,000، اليوم بطل الزيت ب5,000 دينار، الفقير ما يقدر يشتري هاي البضاعة، اليوم السوق كله نار. ارتفاع الأسعار وقلة فرص العمل وتفاقم نسب الفقر سادت الشريحة الكبيرة من المجتمع العراقي دون أن يكون هناك تحرك حكومي ملموس لعلاج أزمة الاقتصاد المتجذرة. فأي دولة من دول العالم إذا أرادت أن تحارب شعبها بوسيلة من الوسائل هي أولاً حرمانها من القوت اليومي، بالدلالة على أن القوت اليومي بالنسبة لمعظم أبناء الشعب العراقي مفقود، بالإضافة إلى كل الأمور اللي تخص حياة الشعب هي معدومة، من تعليم، من صحة، من أمن، من كل الأمور اللي يتطلبها أبناء الشعب العراقي. العراقيون بكافة أطيافهم تأذوا من الحكومات المتعاقبة وفقدوا الأمل بإصلاح مسارها السياسي. هذه الحكومة الفاسقة الفاسدة اللي دمرت الشعب وأنهكت الفقير وحالات الفقير، فهذه كل طوائف المجتمع اليوم من كافة المحافظات وكافة الأقضية والنواحي وكافة العالم اسمع هذا التجمع البهيء من أجل سعر صرف الدولار الذي أنهك الفقير. الشعب بعد كافي ما يتحمل، مواطن يريد له 10,000 دولار يشتري له سيارة
يردون من عنده غرفة تجارة، يردون من عنده عقد إيجار، يردون من عنده تذكرة طيارة ب$300. هاي الشغلات ما راح تنزل الدولار. لا توجد بوادر على حل أزمة انهيار قيمة الدينار في الظروف الراهنة، لأن المشكلة الاقتصادية متشعبة وترتبط بالمسار السياسي بالكامل. أستاذ رايد، سؤالي إليكم، عندما يتحدث المواطنون العراقيون عن أن هذه الحكومة لا تختلف عن سابقاتها تنتهج نفس الأسلوب الحلول الترقيعية، المشكلة الوحيدة في العراق هي الحكومات، هو من يستلم منصب في العراق لا ينظر، كيف يدير هذه الأمور لخدمة ولصالح المواطن وإنما ينظر لها كيف تدير مصالحه الشخصية وكيف تثريه هو شخصيا، وكأن المناصب إنقاذ ما يمكن إنقاذه من أموال من سرقة وتعبئة الجيوب ومن ثم الهروب في العراق؟ عندما نقارن العراق بدولة من الدول الأوروبية مثلا، لو كان لهذه الدولة نفس مال العراقي من ثروات نفطية ونفس مال العراق من موارد بشرية، كيف سيكون حال المواطن العراقي؟ تحياتي مرة ثانية. لو هذا السؤال اللي هو سأجيبك عليه، أنه لو افترضنا أنه دولة أوروبية لديها ما للعراق من خزائن أو من كل هذه الأموال أو النفط، أعتقد راح تكون دولة من العالم الثالث. مشكلتنا في الدول العالم الثالث أننا نحن لا نصنع، نحن نستخرج شيئا ونبيعه للخارج، نحن لا نعمل شيئا. العراق ليس بلدا غنيا، العراق دعم دولة نفطية، لكن كل دولة نفطية هناك في كل دولة نفطية هناك عدد سكان ملائم لهذا لعدد أو لكمية النفط المستخرج. عندما يخرج عدد السكان من هاي الكمية من النفط المستخرج ستكون دولة فقيرة، مثل ما حصل اليوم في مثلا في فنزويلا أو في العراق. فنزويلا لديها الرصيد الأول أو المستوى الأول من احتياط النفط العالمي، وهي تعادل مال العراق ومن الكويت وليبيا وقطر بالنفط. شيء ثاني يجب أن نعرفه، اليوم التصنيف الائتماني للعراق هو بالتصنيف السيادي الائتماني في العراق لكوالت فيتش الائتمانية لسنة 2023 هو بي ناقص، وبي ناقص بمعنى أنه بالتسلسل 16 من 19 مركز. الحكومة اللبنانية والدولة اللبنانية تقع في المركز 17، بمعنى أنه العراق في المركز 16 في كل دول الشرق الأوسط وقبل لبنان فقط بمركز واحد، وهو المركز هو 17. هذا يدل على أنه العراق ليس لديه فوائض، لو كانت لديه فوائض لكان سدد ديونه. اليوم ديونه حسب وكالة فيتش للتصنيف الائتماني أكثر من $112 مليار داخلية وخارجية. اليوم هو ما يقدر يحاول أنه يطور مستوى إنتاجه من الكهرباء لعدم وجود ممول، ليس لديه أموال من الممكن أنه يدخل بها ويستثمرها في تطوير بناء تحتية. كيف لديه فوائض؟ الفائض اللي تتكلم عنه هو الاحتياطي في البنك المركزي العراقي. البنك المركزي العراقي لديه احتياطي، هذا الاحتياطي هو نسبة من كل مبيعات النفط وقد تصل إلى 10%. الاحتياطي في البنك المركزي العراقي اليوم $100 مليار، واليوم لبنان لديها $35 مليار، بمعنى أنه الاحتياطي النقدي أو الذهبي في كل الدول هي ليست علامة على علامات النجاح الخطة الاقتصادية أو علامة على صحية الاقتصاد في الدولة. نحن لدينا $100 مليار، لكن لدينا أيضا عدد سكان يناهز 42 مليون نسمة. هذا فنتكلم عن هذا الموضوع، بينما لبنان
لديها 35 مليار احتياطي نقدي وتملك فقط 5.5 مليون نسمة. نحن ليس لدينا فوائض، الفوائض التي يتكلم عنها هي عبارة عن احتياطيات للبنك المركزي العراقي. لو افترضنا أن هذه الاحتياطيات ذهبت لتسد ديون العراق ستسد أكثر من حوالي 85% من ديونه بس، والباقي هو يجب أن تستمر، أي أن العراق والبنك المركزي يكون بلا احتياطي، وهذا غير صحيح وغير موجود في كل دول العالم. نحن نجب أن نوصف الحالة اللي يعيشها الاقتصاد والدولة العراقية بدقائقها. اليوم إحنا العراق ليس دولة غازية بل دولة نفطية، دولة نفطية زاد عدد سكانها أكثر من الحد المسموح به لأن تكون دولة مرفهة. فبالتالي اليوم وصلنا اليوم في سنة 2023 العراق بالمركز، يقبع العراقي حسب الناتج المحلي للناتج المحلي للفرد الواحد بالمركز 114 عالميا، بمعنى أنه هناك ناتج محلي لكل فرد في العالم أحسن منه ب 113 دولة، وهذا من ضمنها مصر، قبل إيران، قبل كل الدول العربية عدا الأردن اللي قريبة من عده والبقر. أيضا من ضمن المشاكل دكتور عبد الله موضوع أنه في العراق لا ينظر إلى الاقتصاد أو السياسة النقدية كما ينظر الخبراء في باقي الدول المتقدمة. أبجديات إدارة السياسة النقدية، العجز التجاري، الصادرات، الواردات، الإنتاج، كل هذه الأمور غير موجودة في العراق. يعتمد العراق على النفط باقتصاد ريعي بائس، لا يحصل منه المواطن العراقي على حقوقه في من ثروات بلده. اسمح لي أستاذ عبد الله أن أنتقل بسؤال أستاذ شهو ضيفي في الاستوديو. أستاذ شهو، لماذا دائما في العراق التسليم بالاقتصاد الريعي، الاعتماد فقط على النفط، في حين أن من المفترض أن يكون هناك خطط للتنمية، خطط للنهضة، عندما يقوم رئيس الوزراء الحالي بإجراءات من أجل إيقاف هذا الارتفاع للدولار وهذا تدهور للعملة، يقوم بإقالة محافظ البنك المركزي وكأنه يضحك على أطفال ولا يضحك على شعب كامل، شعب العراق يضحك على أطفال. ماذا فعل المحافظ الجديد في السابق؟ لم يفعل شيء سوى الفشل. ماذا سيقدم بالمستقبل؟ تبديل شخوص، تبديل وجوه، أما السياسة النقدية أو السياسة الاقتصادية، اقتصاد ريعي، لا يوجد إنتاج، لا يوجد حسابات لصادرات وواردات وعجز تجاري، حاله كحال باقي الدول. عندما تنظر إلى البلد بنظرة حقيقية، بخطط حقيقية تنفذ هذه الخطط، البرلمان ما هي وظيفته في العراق؟ ماذا يفعل تجاه هذه الأزمات المتلاحقة؟ بطالة، فقر، معدلات فقر مرتفعة، تدهور في العملة، هناك ظروف أيضا دولية يعني محيطة، الحرب الروسية الأوكرانية، هناك ظروف مناخية قاسية، شح المياه، ارتفاع عدد سكان الأرض، ارتفاع زيادة السكانية في العراق تحديدا. كل هذه معطيات يجب أن يوضع لها خطط وتنفذ هذه الخطط بخمس سنوات وعشر سنوات وعشرين سنة. ماذا يفعل البرلمانيون في العراق؟ ما هو دورهم؟ ممثلين يمثلون على الشعب. تمثيل. طبعا أنا يعني أؤكد مرة أخرى أنه مهما تحدثنا عن أسباب يعني وراء هذا الانهيار، وراء هذا التراجع للعملة العراقية، السبب الرئيسي والجوهري هو الفساد الموجود. يعني انظر إلى العقلية الحاكمة في هذا البلد، على الرغم من المظاهرات وعلى الرغم من التضحيات وعلى الرغم من كل شيء، خرجوا لهنا بنور زهير ومليارين ونصف مليار دولار يعني تبخرت، والآن بدفعات وأطلقوا سراحه، وبعدها هيثم الجبوري إلى آخره الأسماء الأخرى. ولا يسألون لماذا تبخر القطاع الخاص، لماذا تبخرت مفاصل مهمة في الدولة. الآن دكتور يعني المشكلة أمثال نور زهير يعني ليس شخصية واحدة، بل هناك عشرات الشخصيات داخل الدولة
تقوم باستخدام هذه الأسماء أو هذه الشخصيات للنهب ولسرقة أموال الدولة بهذه الطريقة، بطريقة مخادعة وبالتورط مجموعة من المسؤولين. حتى السوداني أكد في اللقاء الأخير أن نور زهير معه مجموعة كبيرة من المسؤولين والمتنفذين داخل الدولة. يعني بعد كل هذه الأزمات والمشاكل ورأينا تحسن طفيف شهده العراق، الآن نرى أنهم يتعاملون بنفس العقلية، عقلية النهب وعقلية عدم التفكير في المستقبل الاستراتيجي أو في الأجيال القادمة. يعني رجل الدولة يفكر في الأجيال القادمة، يفكر في بعد 20 سنة ماذا يفعل. هؤلاء لا ينظرون، ينظرون إلى أرباح تكتيكية يحصلون عليها اليوم. أنت سؤالك يعني الرئيسي، لماذا الاعتماد على الاقتصاد الريعي، ولماذا يطور الاقتصاد أصلا؟ يعني هو يهتم بالإيرادات الشهرية التي تصل إلى جيبه، سواء عن طريق المنافذ الحدودية، عن طريق بيع النفط، عن طريق النشاطات الغير مشروعة، عن طريق المخدرات، عن طريق الاستحواذ على العقارات، أخذ الأتاوات، أخذ الرشاوى إلى آخره. ما دام يوفر له هذه النشاطات مبالغ مالية هائلة، فهو لا يفكر في وضع المواطنين، لا يفكر في وضع الدولة، تنهار لا تنهار، مستقبلها قاتم. يعني نرى أن الجارديان والصحف العالمية واللوموند الفرنسية وباقي الصحف والمراكز البحثية جميعها تحذر من الانهيار، تحذر من الأوضاع السيئة على المستوى الاقتصادي، المالي، السياسي، الأمني، حتى البيئي. هل هناك من يستجيب لهذه الدعوات؟ هل هناك مخلص من يعني يستطيع الاستجابة والمبادرة للتغيير؟ إلى الآن لا يوجد هذا الأمر. يعني الحكومة الجديدة صدعت رؤوسنا بالشعارات منذ اليوم الأول للسوداني، ورأينا أنها أطلقت سراح المجرمين، رأينا أنها تواطأت مع عمليات تهريب العملة إلى الخارج، رأي إلى آخره. يعني بهذه العقلية، بهذه العقلية التي أحيانا تفكر في إدارة الدولة بنوع من البعد الأيديولوجي، لا يمكن إدارة الدولة بهذه العقلية. يجب إدارة الدولة مثل الاستفادة من التجارب الناجحة لدول العالم، حتى في أفريقيا هناك تجارب ناجحة اليوم. لماذا لا يوجد من يفكر بهذه الطريقة؟ لماذا لا يوجد من يقول يجب علينا أن مثلا أن ننوع الاقتصاد، أن نعيد بناء المصانع، أن نعتمد على الداخل ونوقف أو نقلل من الاستيراد من الخارج، يعني وأيضا نوفر أيدي عاملة وفرص للشباب حتى لا يهاجروا، أصبح حلم الشباب الهجرة. عندما يغيب هذه العقلية عن صناع القرار كافة الأحزاب السياسية التي تشارك في السلطة، إن صح القول نقول تغيب، يعني تغيب هذه العقلية، هذه العقول موجودة داخل العراق وتريد أن تعمل ولكن لا يسمح لها، يتم طردها. يعني هناك للأسف بيئة طاردة. إذا كنت مستعدا للقتال، السلاح جاهز والفصيل جاهز، يعني الفصيل المسلح، بس إذا أردت أن تبدع وتعمل في مصنع لا يوجد، يجب أن تهرب إلى الخارج. نعم، اسمح لي استاذ شاغو فقط في انتقل السؤال للاستاذ دريد. استاذ دريد، القوة البشرية في كل دولة هي التي تعمل المستحيل وهي التي تنهض بالبلدان. في العراق امام المواطن العراقي او الشاب العراقي امام خيارين، اما البطالة ولا يوجد عمل، او الانضمام الى ميليشيات مسلحة. هذه الميليشيات المسلحة توفر له المرتب، توفر له السكن ربما، ولكن يشترط أن يكون هو كبيدق شطرنج يتحرك وفق ما يريد منه أصحاب هذه الميليشيا سواء داخل العراق أو خارج العراق. المهم عندما ننظر إلى الأمر أن الموارد البشرية في العراق هي مبددة، التي هي أهم من الموارد المادية، هي التي تستثمر الموارد المادية. عندما نقول أن العملة العراقية متدهورة، هذا يعني أن الموارد البشرية في العراق متدهورة، لا يتم إدارتها بالشكل الجيد، حتى أن هناك اقتصاد مهم يرسم ملامح أي نهضة هو اقتصاد يعتمد على الموارد البشرية، رأس المال البشري. في العراق هذه العقول التي غيبت لا يسمح لها بأن تنهض بالشباب، مع تغييب القطاع الخاص، مع تغييب جميع ما يمكن أن ينهض بالاقتصاد العراقي. هل هذا يدل على أن منهجية ضرب العملة العراقية هي منهجية جاءت بعد الاحتلال عام 2003 وعلى أيدي حكومات نظام المحاصصة؟
والله العراق منذ تأسيسه قبل 101 سنة لم يشهد معدل بطالة مرتفع مثل اللي وصلها اليوم. اليوم في سنة 2023 فقط 21% من أبناء يعملون من كل الشعب العراقي فقط 21%، وهذا الرقم جدا مخيف لكل، يعني ليس فقط للعراقيين بل حتى لنا كخبراء ومتابعين أيضا في أوروبا وأمريكا ودول العالم. اليوم العراق كمعدل نسبي لعدد العاملين لكل الشعب يحتاج أنه يصل إلى معدل نهاية السبعينات والثمانينات اللي هو بين 47 إلى 50% من الشعب، وهذا قريب من أصلا حتى معدل التشغيل في ألمانيا. اليوم بألمانيا نسبة الشعب العامل الذي يشتغل بأي شيء ويصل إلى حوالي 53 إلى 58%، وهذا الطبيعي، لكنه إنه يكون 21% هذا شيء غير مقبول أصلا، وهذا اللي ولد ثقل أكبر على الدولة العراقية أو على الاقتصاد العراقي. جعل الشباب بدل أن يكونوا هم عماد وقدرة وأحد وسائل تطوير الاقتصاد والبلد أصبحوا عالة حقيقية على البلد، وبالتالي بدأ استغلالهم من أكثر من جهة في أكثر من مكان، وجزء من عندهم أيضا غادر البلد مع الأسف. إحنا نحتاج فعلا أنه نركز على الميزانية الاستثمارية، وهذه الميزانية الاستثمارية مثل ما قال ضيفك الكريم أنه يجب أن تركز على بناء المعامل وتقليل نسبة العجز في الميزانية، وكذلك تقليل نسبة البطالة بين السكان وبين الشباب بشكل دقيق. كذلك نحتاج إلى معاهد تطويرية، معاهد فنية أكبر وأطور من خلال بنائها من شركات أجنبية، وهذه الشركات من الممكن أن تطور مستوى وكفاءة تعامل الفرد العراقي أو الشاب العراقي مع العمل أو مع الوظيفة، وهذا راح يجعل بالتالي راح يجعل الوظائف تزيد للعراقيين، بدل أن يكون هناك اليوم أكثر من مليون إلى مليون وربع وظيفة لأجانب داخل العراق، بينما يقبع أكثر من 10 أو 11 مليون إنسان عراقي بلا عمل. شكرا. نعم أستاذ ري ساشاغو، يعني في الولايات المتحدة الأمريكية الدولة التي احتلت العراق عام 2003 فيها مؤشرات اقتصادية، على أي نهضة اقتصادية تتابع دائما هذه المؤشرات، سواء كان معدل البطالة، سواء كان فرص العمل، سواء كان الكثير من المؤشرات التي هي صنعتها من أجل الاعتماد على التنمية الاقتصادية وجعل المواطن هو محور هذه التنمية. في العراق هل ترى أن نظام المحاصصة وليد الاحتلال الأمريكي الذي جاء به الاحتلال الأمريكي للعراق من أجل تطبيق الديمقراطية وتحقيق التنمية، 20 سنة لم يفعل ما هو خير قط للعراقيين، لم يأتي إلا بالفساد ولم يأتي إلا بالتدهور، والمواطن العراقي شاهد على ذلك وهذه المعاناة مستمرة. هل تعتقد بأن أزمة ومشكلة الدولار الآن وهذا الصعود الذي أثقل كاهل المواطن العراقي سيفتح بابا لتظاهرات جديدة على غرار تظاهرات تشرين؟ طبعا الولايات المتحدة الأمريكية اللي حتى كملاحظة تذكرت اليوم السفيرة الأمريكية وقالت أن أمريكا جاهزة لمساعدة العراق في معالجة ملف الكهرباء نعم. بعد 20 سنة، يعني من دعم الفاسدين، من التغطية عليهم، من السماح بمنظومة المحاصصة بالاستمرار باستنزاف الدولة، الآن تقول نحن مستعدون لمعالجة
قطاع الكهرباء. طبعا يعني بعيدا عن هذا الملف ايضا تهريب العمله او النشاطات الغير مشروعه كان سابقا ايضا موجود، ولكن يبدو ان العلاقات الايرانيه الامريكيه يعني اصبحت هذا هو الدافع امام الولايات المتحده لاستخدام هذا الملف ضد ايران في هذا التوقيت. يعني بالاخير هو المواطن العراقي هو الخاسر وليس الطبقه السياسيه التي لا تكترث بهذه الأزمات، كما نرى اليوم أن نشاطات الحكومة مستمرة والإطار التنسيقي يشعر بنشوة الانتصار ولا يشعر بأي حرج. طبعا في حال استمرار التدهور هذا التدهور وأيضا في حال استمرار تأثيره السلبي على الوضع المعيشي، نحن يعني دائما نتابع نبض الشارع العراقي، يعني نرى اليوم هناك تذمر كبير وهناك يعني تفاعل كبير من العراقيين وهناك نسبة من الوعي، يعني هناك إدراك من قبل العراقيين أن هناك سبب أو هناك خطأ واضح وفادح يؤدي إلى استمرار هذا التدهور وتأثيره السلبي على السوق. التصريحات الرسمية أننا نسيطر على أحد، لا نسمح لأحد باحتكار المواد الغذائية، لا نسمح بأحد باستغلال الأزمة ورفع الأسعار، ولكن على أرض الواقع نرى زيادة بالدقيقة، يعني مع الساعات هناك زيادة في الأسعار والمواطن إيراده محدود ولا يستطيع أن يغطي معيشته والمواد الغذائية وأيضا باقي السلع الذي يحتاجه. طبعا من الممكن جدا أن التظاهرات أن تعود مجددا، وما يزيد من هذا الاحتمال في حال كان هناك توجه سياسي أيضا لتحريك الشارع يعني من قبل التيار الصدري. يعني نرى أن الآن يبدو أنها فرصة ذهبية كما سلم التيار فرصة الصدري. ذهبية لتنمية العراق أم لم يحق تحقيق مكاسب سياسية؟ طبعا هي كما أنه سلم الحكم للإطار التنسيقي عن طريق الانسحاب من البرلمان، اليوم قد يشعر أن هناك فرصة أيضا للعودة واستغلال الشارع مجددا يعني استغلال المشاعر الكراهية والحقد التي بدأت تتبلور لدى العراقيين من الطبقة السياسية. طبعا لأنه للأسف كما رأينا هي أيضا شاركت في المنظومة السياسية بعد 2003 ولم يتغير شيء، ولكن نتحدث عن إمكانية تحرك الشارع، يعني إمكانية تحرك الشارع موجودة جدا خلال الفترة القادمة في حال غابت المعالجات الفعلية. يعني إلى الآن هناك أمل بأن يكون هناك فعلا استجابة من قبل الحكومة وأن تعالج هذا الأمر، ولكن إذا لم يحصل أنا أتوقع أن الحراك أو التظاهرات الشعبية ستعود مجددا. نعم دكتور دريد، مؤشر ردود فعل المواطنين العراقيين تجاه إجراءات وسياسات حكوماتهم الآن منذ عام 2003 إلى الآن، لا ترى ليس هناك ثقة تماما بالحكومات في العراق، هل هناك حلول ممكن أن يقوم بتنفيذها وإجرائها المواطن العراقي تجاه هذا الضيق الكبير نتيجة ارتفاع سعر صرف الدولار أمام الدينار؟ هل هناك من حلول ما عدا الحل الحكومي؟ بالطبع تقليل النفقات اليومية وكذلك الاستهلاكية للمواطن العراقي هي أول يعني الآليات اللي ممكن يستعملها من أجل الحركة خلال هذه الأزمة. الأزمة هذه يحتاج لها فعلا بعض الأدوية، وهذه الأدوية هي عبارة عن تقليل نفقات وتقليل تكاليف استهلاك المواطن لكثير من المواد، كما حدث في ألمانيا مثلا. تلاحظ أن الألمان قللوا نفقاتهم، قللوا استهلاكهم من الكهرباء وباقي المواد إلى بنسبة تصل إلى 20%، وهذا الشيء جعل ألمانيا يمر الشتاء بها حتى الصيف المقبل بأمان. نفس الحالة إحنا نحتاج هذا الموضوع، لأنه فعلا هذه الأزمة أزمة نقص الموارد المالية، أزمة جدا خطرة. العراق سنة 2023 وصلت الواردات النفطية إلى الشهرية إلى حوالي 11.5 مليار دولار السنة هذه، وهذا الشهر بالضبط اللي احنا اخر يوم بي راح توصل الواردات الى حد 7 مليار. الله. فبالتالي احنا
نخسر أكثر من 60% كان الله من واردات المواطن العراقي. شكرا جزيلا المواطن. دكتور نشكرك شكرا جزيلا دكتور دريد عبد الله الخبير في اقتصاديات الطاقة، وشكرا لهذه المعلومات التي قدمتها، ونشكرك شكرا جزيلا ضيفي في الاستوديو الأستاذ شاغو القرداغي الباحث العراقي في مركز رمان للبحوث والاستشارات. شكرا جزيلا. في الختام مشاهدينا الكرام تقبلوا مني أطيب تحية وفي أمان الله.